اسمع يا جميل، في عملية كبيرة خالص هيروح فيها ناس يامي، عايزك تشد حيلك معايا وأجرك فيها هيكون كبير قوي. مدام تقلبت على الصعيد يا باشا، تبقى عملية كبيرة بصح قوي. انت عارف مين اللي هيروح فيه؟ مين يا باشا؟ الروسي الكبيرة في الطوالع. طالع خبطة جامدة قوي.
تعيشك سلطان لآخر العمر. أنا ما عاوزش أكتر من كده. أنا عمري ما حصل معايا زي اللي بيحصل في بلدكوا دي يا عمدة. أنت في حاجة عارفها ومش عايز تقولها. أبدا يا بيه، يمين بالله الكلام ده ما حصل في البلد قبل كده. ولما كان حد بيتقتل في البلد بتبقى معروفة. الطار داير في الصعيد كله يا بيه. يا بيه دول كانوا اتنين، الغفير اللي جري في الغيط شاف اتنين في اخر الغيط بيجروا، سحب سلاحه طق عليهم النار ما جاتش في ولا واحد فيهم، وفيه ناس جري ورا الغفير ما حدش عارف يوصل لهم. يبقى صح زي ما انا قلت، بس انا ما عنديش استعداد ان انا اخسر مستقبلي في الشرطة ويترفع عني تقارير يقولوا ان انا مش قادر احكم بلد صغيرة زي بلدكو دي عشان حتة عيل سفاح كل يوم يختار جريمته بنفسه. معاش ولا كان اللي يقول على سيادتك كده يا بيه؟ خلاص يا عمده، انا هيبقى لي تصرف تاني، اتفضلوا. ما تزعلش روحك يا بيه، وان شاء الله نوصل له عن قريب. شايف اهمالك عامل ايه في البلد يا عفش؟ انا لازم اشيلك واغيرك بواحد احسن منك. يا حضره جناب العمده، انا ما قصرتش خالص. خلاص صفوا حساباتكم بره، يلا مع السلامه. انا هتجنن يا اشرف، يحصل ده عمري ما سمعته ولا شفته قبل كده. الموضوع فعلا فيه سر مش مفهوم يا فندم، لان القتل بقى عشوائي وملوش اسباب ومش مقنن، لا هو مرتبط بطار ولا بتصفيه حسابات ولا بحاجه. يعني عبد القادر اللي اتقتل ده كل التحريات والشهود بتؤكد ان لا له في الطور ولا في الطحين، ولا غني ولا له عدوات ولا عليه طار، وكل الناس بتقول انه ايه في كتاب زيه زي اللي قبله. بس انا لازم يكون لي حل، لان بكده هخسر مستقبلي، وكفايه قوي اللي انا سمعته على التليفون من شويه. لازم اعرف مين ورا جرائم القتل دي كلها قبل ما تحصل جريمه قتل جديده. كفايه دم قوي، كفايه. ايوه ايوه يا اولاد. يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي الحياة زمنه جاي مع تمام، امشي. هطولش، هما كلمتين مالهمش تالت. مش هقتل حد يا دنيا نصاب. عبد القادر اللي اتقتل ده عنده تلات عيال صغيرين، وكده ما هيرصوش بجدهم، ملاقينش اللقمة. خدي دول عشان يلاقوها. ابعد عني بفلوسك وقرفك وشرك، ابعد بقى، انا ما بقتش مستحملة خلاص. لو ما عاوزهمش الاولاد عبد القادر عوض عن دمه. خديهم لاولادك. اعمل حساب العمليه الجايه وعره خالص، وهتاخدي فيها كد دول خمس مرات. امشي بره، امشي بره. انت ازاي دخلت هنا يا تنح يا بارد؟ امشي. بابك مفتوح ليه يا احلام؟ اصل يا خالي كنت بخرج الفرش بره في الشمس. ليه بنتي ما تعملش كده؟ انت لوحدك في البيت وما تضمنيش يعني ان حد. جرايه خلفي ايه؟ لحد هناك. لا خال، اصل انا وانا بدخل الفرش من بره، قصدي وانا بخرج الفرش بره خبطت فيك يعني غصب عني. فيك ايه يا احلام؟ مفيش يا خال، اعمل لك شاي؟ لا ما وش. حصلي في حاجة ما هياش طبيعية يا أحلام. اللي حصل معايا غريب، ومكالمتك الفجر غريبة خالص. مين اللي اتكلمتي من عنديه؟ وكيف طلعتي وحدك في الليل كده؟ أنا ما فهمكيش يا أحلام، لكن بحبك أكتر من ضي عيني. يا حبيبتي يا معالي، مش مصدق اروح اني شفتك تاني، ده انا كنت هتجنن من قلقي عليكي. ده انت ما شفتيش حالتي يا احلام لما جه الراجل ابن الرفضي وقال لي امك ماتت، وقال لي احلام بتقول لك اركب القطر دلوقت ورايا وخالك عشان تروحي الفيوم. ازاي يا معالي تصدقي اي حد كده؟ وانا فكرت من اصله عشان اصدق ولا ما اصدقش، ده انا ما كنتش شايفه قصادي من البكا والصدمه والوجع. يا حبيبتي الحمد لله انها جت على قد كده، بس انا عايزه افهم يا احلام ايه اللي حصل ده؟ مين الراجل ده؟
ومين اللي كلمتيني من عنده في الفجر؟ وعرفتي منين اني في الفيوم؟ بس حبيبتي انت بس تقومي تغيري هدومك وتاكلي لك لقمه كده وتهدي، وان شاء الله كل حاجه هتبان. فينه خالي؟ خالي خرج عشان يصلي في الجامع، وخد باسم معاه. وبسمه نايمه عشان تهرب من المذاكره كالعاده. وهو اللي عنده مهران كان كتير قوي كده، معقوله؟ امال ايه، انت بس ما كنتش بتشوف الا المزرعه، ده كان عنده حاجات كتير قوي. ايوه، عنده المكتب والشركه، ده غير المزرعه، وشقتين تمليك، وفلوس كتير في البنك، وعربيتين. وانت بقى يا ست نعيمه هتاخدي كل ده؟ هاخد نصيبي الشرعي. الزوجه ليها نصيب معلوم، ربنا امر بيه. أيوة، يعني حضرتك هتاخدي يعني قليل ولا كتير؟ يا سيدي كله نعمة من عند ربنا. أكيد كمان فلوسه اللي في البنك كانت كتير قوي. ربنا كريم، عالم إن أنا مش بفكر في نفسي وبس. بإذن الله بإذن الله هيديني نصيبي على قد اللي أنا بفكر أعمله. قولي يا طلبة، هي أحلام ما بتتصلش بيك؟ لا والله، بقالها كتير ما بتتكلمش. بتسألي ليه يا خالة؟ عايز اعرف هي فين. اصل ليها دين كبير قوي في رقبتي ونفسي اسدهولها. يا ما نفسي انا كمان اعرف مكانها. اقول لكم حاجه، انا لا متراقب ولا عليا شبهه، اعرفوا لي بس بلدها فين وانا سافر اسال عليها. انا كان معايا رقم المحمول اللي كلمتني منه بس مسحته، قلت برضو عيب اكلمها وهي عند ناس واجيب لها شبهه. اخ إيه؟ اما انا دماغي دي جزمه قديمه. ايه لا لا. ليه يا ابني تقول عن نفسك كده؟ الجدع اللي اسمه تمام لما كان جاي يسحب ورق باسم وبسمة اداني رقم تليفون وقال لي لو عوزت احلام بتصل بيها. وفين الرقم ده؟ بدرية! بدرية! انت بدرية! ايوه يا زين، هو بنسرح ليه؟ تعالي بسرعة! ايه بتعمل ايه؟ بعمل الاكل انا وصعد جوه. طيب فين رقم التليفون اللي سابه الراجل قريب احلام؟ ايوه في درج الكومودين. راح على الكومودين. يا ما انت كريم يا رب. يا سلام، والله احلام دي بنت حلال وفيها شيء لله، ويمكن الحاجه اللي انت عايزه تديها لها تكون في امس الحاجه اليها، ويكون الفرج على ايديكي. وليه بتدي للناس اللي فلوسك ده؟ اكيد انت اللي بتقتل الناس. متجمعين ليه كده؟ حد انقتل تاني ولا ايه؟ لا، ده الراجل اللي بيدي للناس الفلوس، الناس اللي بينقتل راجلهم. انت مين؟ قمتك بدل ما تخرج. ابعد ايدك عني. حرمه مره ست دي. انت مين؟ ده انت وجعت كباب. انا مرات سعيد عبد العال القاضي المصرويه. يا بوي، وايه اللي عمل فيك كده؟ وبتعملي ايه في الليل كده؟ وايه حكايه الفلوس اللي بتحطيها دي؟ انا عايزه اروح لاولادي. ولادي لو صحيوا من النوم ما لقونيش هتبقى مصيبه. انا ما عملتش حاجه. واه، احنا شايفينك دلوقتي وانت بتحطي الفلوس تحت الباب. انا مش عارفه حاجه عن اللي انتوا بتقولوه ده، انا مش فاهمه حاجه. يلا قدامي على جنب العمده، هنشوفه هيعمل معاك ايه، هيوديك النقطه ولا هيوديك فين. قدامي يا حرمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. صباح الخير يا خال. نور. ايه يا خال، مالك بتكلمني كده من امبارح؟ انا ماليش كلام معاك، انا قلت الاحلام اني هكلم اختي تيجي تستلم امانتها اللي معلقه في رقبتي. شو رايك يا خالي ما تفهمني؟
يا أحلام. هم يا أحلام، أنا ما فضيش الكلام، أنا عايز صلي ركعتين لله. يا خالي ما أنا فهمتك اللي حصل، أحلام ما رديتش تقولك على الصراحة عشان ما تولعش قلبك، وفضلت هي كبشة النار في قلبها وعايشة في قلبك ما يعلم بيها إلا ربنا. كان لازم تقولي، لو كنت مفتح كان زماني مش محتاج حد لا يقولي ولا يعدلي. الحمد لله على حكم ربنا وقضاه. خلاص يا خالي ما تزعلش، والله ما ذنبي ولا ذنب أحلام. أول ما يطلع النهار هروح النقطة وأقول اللي حصل معاكي. لازم أعرف مين اللي جابلك عند الجامعة وقالك الكلام الماسخ ده وكان يغرضه. والله يا خالي أنا قلت الأحلام نروح نبلغ في النقطة، لكن هي قالت لي لا، بلاها منها الشوشرة، مش عايزين يتقال علينا إن كل شوية لينا موال، مرة ينضرب علينا نار ومرة بس ما تنخطف ومرة يصفروني الفيوم بكذبة. وبصراحة أنا لقيت كلامها صح، وعشان كده ما تكلمتش. لا أشوفه هعمله وما يكون صالح. خلاص اعمل اللي يريحك يا خالي. فين أحلام؟ كلهم نايمين، ما حد صاحي غيرك. كيف دي مش موجودة في فرشتها؟ راحت فين أمال؟ هشوفها. أحلام يا أحلام. أحلام أحلام يا أحلام. أحلام مش في البيت يا خالي. يا سابل الستر استرنا يا رب، يا لطيف انطبينا في ما جرب بيه المقادير. يا جناب العمد، عمرك شفت حد بيعمل حاجة لله ويتمسك زي الحرامية والهجامين؟ ما عملت كده ما حصلتش في البلد قبل كده. الست دي جادعة وليها احترامها ونشيلها جوا حباب عينينا. يا جناب العمد كريمة وجدعة وبتحس بالحريم اللي زيها. أي والله يا جناب العمد، أنا جوزي مات وترملت وحسيت بالنار، ما كنتش لاقية اللقمة، عشان كده لما بعرف إن في حد اتقتل ومراته وعياله غلابة وجعانين ما بتهنليش اللقمة، بساعدهم باللي موجود. بس لا مؤاخذة يعني، البلد كلها عارفة إن حالكم تعبان على الآخر، هتساعدهم كيف إزاي يعني؟ سعيد جوزي الله يرحمه قبل ما يموت كان بيتنقل من شغلانة لشغلانة عشان كان هربان من الدار، ولما كان يتعرف مكانه كان ساعات يمشي ويسيب الشغلانة من غير حتى ما ياخد فلوسه، وكان يخاف يرجع ياخد الفلوس أحسن ولاد وهدان يطلوه. قمت انت خدت الفلوس اللي له عند الناس؟ لا أنا وصيت ناس حبايبي في مصر يجيبوهم ويبعتوهم لي، وحتى أسألهم علي بنت عمي وتمام كمان مرتين قدامهم تجي لي فلوس من مصر من ناس لا عمري شفتهم ولا عرفهم. يعني اللي بيجيلك هتفرجيه على الناس؟ لا يا جناب العمدة، أنا بحط اللي بقدر عليه، يعني اللي بيطلع من ذمتي لاجل مساعد الارامل. حرام يا ناس، ده احنا ولايه ولازم نحس ببعض. ودي نعمل فيها ايه دي يا رزق؟ شور عليا ما عارفش اقول ايه دلوقتي. ترجعوني لبيتي وعيالي يا جناب العمده، انا لا سرقت ولا نهبت ولا عملت حاجه غلط، ده انا كنت بعمل خير يا ناس. ايوه بس انت مستنكره كده في لبس الرجاله وبتدس زي الحراميه في الليل. احنا هنحولك للنقطه. هانتوا كده ما عايزينش حد يعمل خير في البلد دي خالص كده، وبتعاملوها زي المجرمين، وهي عملت اللي ما عملوش رجالة. يا جناب العمر، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا إن اللي يدي حاجة لله إيده الشمال ما تعرفش إيده اليمين ادت إيه. مظبوط تمام. أنا بقى بعمل باللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بساعد الأرامل اللي انا حاسه بيهم كويس قوي وعشت اللي هم عاشوه، وبعمل كده في السر. ده حتى بنت عمي واولادي وخالي اللي انا عايشه معاهم في بيت واحد، يمين بالله ورحمه سعيد جوزي، ما يعرفوا حاجه عن اللي بعمله ده خالص. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مين افتح يا عم تمام. عم درويش معالي، حصل ايه عم درويش؟ تمام هم معايا روح النقطة، ومعالي والعيال هيقعدوا هنا مع مراتك. لا انا هاجي معاك. حصل ايه عم درويش؟ قول لي الله لا يسيئك. هقول لك واحنا ماشيين في الطريق. يلا يلا ادخلوا جوا عند امينة اوعاكم تضايقوها. انا عايز اعرف ماما فين، انا جاي معاك. وانا كمان. هو جرى حاجة لام باسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير جرى ايه؟ خدي العيال يا امينة وحرصي عليهم وما تقوليش حاجة لحد. عيني يا اختي. تعالوا تعالوا يا ولاد. يلا يلا اسمعوا الكلام عاد. يلا
حاجة طمنكم طوالي. يلا يلا يا أولاد، يلا عند درويش، يلا يلا يا خالي عند درويش. جلاليه بيجلك دهليه، بيقولوا مسحكوا اللي بيحط الفلوس تحت اعتاب البيوت. مسكوه؟ هو فين؟ في بيت العمده دي كمان، طلعت حرمه ومصرويه. اه صح الكلام ده، هنروح نشوف ان كان صح ولا لا. خدني معاك وابقى صلي الفجر الصبح. وانا كمان ربنا يسامحنا، انا اصلي واجي لكم. انا لو الاقي محمود دلوقتي كنت كلمت الدكتور مصطفى يجي يشوف لنا صرفه في اللي احنا فيه ده. قول يا رب يا بنتي، ربنا هيطمنا ان شاء الله. عرفت باللي جرى يا عم درويش؟ جرى يا ولدي؟ خير في ايه؟ مسكوا اللي بيدي فلوس للحريم اللي رجالتهم بيتقتلوا، ولقوها واحده ست ولابسه لبس رجاله، وبيقولوا انها مصرويه. مصرويه؟ قلتوا بينا يا رب. وهم فين دلوقتي؟ في النقطه؟ لا، في بيت العمده. اوه املوها، حرام عليكم، ده حرب وحدانيه. ايه احلام، لازم تعاود البيت ولازم نخدموها بعنينا، وبتوقف جنب الغلابه ولازم نحطوها في عنينا. ما تفض الخلق دعان، ما تفض الخلق دعان، احنا كل ما بفضوهم بيرجع زياده عن قبلهم. انا مش فاهمه انتم قاعديني هنا ليه لحد دلوقتي زي اللي مقبوض عليهم. انا سايبه اولادي في البيت نايمين، وزمان اهلي بيدوروا عليا. روح عند درويش. اهو درويش جه. هلا اهو. اهلا يا زم، تعال يا درويش. خير يا عمده، ما لها احلام. ولادي فين يا معالي؟ اطمني، عند امينه، فهميني جرى ايه. انت خالها يا درويش؟ اعتبرني ابوها يا عمده. ابوها؟ طب بنتك هتطلع في الليالي وحديها وهي لابسه لبس الرجاله، وتحط للناس فلوس تحت ابوابها؟ ايه الحكايه دي احلام؟ واللي يعمل كده يتاخد يا عمده. الاصول نشكروها ونشلوها على راسنا من فوق. صح، الله يفتح عليك، هو ده الكلام المظبوط. سمعت يا عمده؟ اصبر شويه عاد، بدل والله ما خلي الغفر يطوحوا ويدوروا فيك الضرب. ما بتردش ليه يا درويش؟ تمام، قال اللي فيه المفيد، هو اللي يعمل خير في السر تلم على الدنيا كده كده. بس انا برضو لازم احولها على النقطه علشان الجنون يتصرف معاها. الجنون اللي انا عارفاه زين ان احلام ما عملتش حاجه عشان تحولها على النقطه، ولا عملت حاجة عشان يحاسبها عليها الجنون. لا عملت. عملت ايه عاد؟ وش معنى يعني الناس اللي انقتلت هي اللي الفلوس بتتحط قدام باب بيتها؟ ما الغلبة كتير. الغلبة الكتير دول انا لا اعرفهم ولا بسمع عنهم، لكن اللي بيتقتل البلد كلها بتتكلم عن حال بيته ومراته وعياله، عشان كده بعرف. هي احلام عملت خاصية لما ساعدت اليتامى امهم عشان كده. عايز توديها النقطة؟ ما قلتش كده، لكن ما دام الحكايه مربوطه بناس اتقتلوا يبقى الجنون لازم ياخد مجراه. يا سيد يلا جواب، الدنيا مقلوبه. جريات مراوي، يلا بينا الجري على بيت العمده. الوليه المصراويه اللي كانت قاعده هنا عامله روحها صاحبه واجب على بلدنا، وعايزه الرجاله تشوفها وتتكلم عليها. مصراويه؟ تقصدي مرت سيد عبد العال؟ ايوه، اللي قاعده مع درويش لعمه، اللي ما لاقيش حتى العيش الحاف. مالها يعني؟ ما فهمش. بيقولوا ان هي اللي بتحط الفلوس للنسوان اللي رجالتها بتنقتل. ام باسم؟ مين اللي بيخبط؟ اها بالراحه. مين؟ معلم فارس. اهلا وسهلا، خش جوه يا سوسو. ايه اللي هنسمع ده يا تمراوي؟ لسه بقول لسيدها، هو صح اللي بيتقال على مرت سعيد عبد العال دي؟ انا ما هصدقش اللي هيحصل ده عاد. بيقولوا انهم مسكوها وهي بتحط الفلوس عند بيت عبد القادر. يا راجل تلاقيها تعرفه قبل كده، عشره قديمه ولا حاجه. اتقي الله يا فارس، اتقي الله، الست ما حدش شاف منها حاجه عفشه خالص. الا المعلم فارس شاف منها حاجه عفشه. واه هتقصد ايه يا طمراوي؟ لا ما اقصدش حاجه يا عالم، فينها الحقيقه؟ كل حاجه هتبان. بيقولوا الناس من قبل الفجر وهم عند بيت العمده، انا هروح اشوف بعيني. وانا هروح الحاج درويش الاول. الحاج درويش هناك هو كمان، والبلد كلها هناك. انا ما اعرفش يا سيما جت هنا ولا ايه. ربنا يستر، حكم الناس دلوقتي بقى ضميرهم عفش وكلامهم واعر. بكره تشوف وتعرف يا سيد ان كلام فارس ما ينزلش الارض ابدا. قول ربنا يستر على الولايه. بقول لك ايه يا طمراوي، بينا نروح نشوف ايه اللي هيحصل هناك، احنا هنقف هنا كتير. لابسه كيف الرجاله؟ ايوه، والعمده ماسكها في بيته، والبلد كلها واقفه على رجل. انا هروح لماما. وانا كمان. اقعدوا دلوقتي لا يفكروني مهمله فيكم. ما تخافيش يا ابله امينه، لو حد سالنا هنقول ان احنا اللي صممنا نمشي. والنبي يا ابله خلينا نروح لماما. ما يلا ناخدهم نروح. لا يا امي، لا نروح من هنا وهما يجوا من هنا. يا بنتي لا، دول هيودوها النقطه الاول. انا سمعت الناس عند بيت العمده بيقولوا كده. لا لا لا، انا لازم اروح لماما.
انا هاخد بسمة واروح لماما. استنى هنروحوا معاكم. اما عجايب احلام هتدي قرشنات للحريم اللي فاتوهم رجالتهم؟ طب منين يا خلق؟ منين وهم حالهم ضيق على الاخر؟ منين هتجيب كل القرشنات الزياده دي وتديها للخلق؟ يا دي النصايب التقيله اللي هتحط على نفخنا عشان ترتاح يا جميل. قلت لك المره السوا دي ما هيجيش من وراها الا البلاوي الزرقاء. اكتم صوتك، انا فيها اللي مكفيني. عامله لي فيها ملاك وحنينه. هايت مسكت ولازم هيعرفوا انها اللي قتلت الناس دول، والا ليه بتديهم فلوس؟ هغور من قدامك، راسي ما قدرناش تتحملك اكتر من كده. يا راجل يعني انت خايف وانا ما خايفاش؟ انا كمان في راسي طاحونه عماله تشتغل. هروح للباشا اشوفه هيقول ايه. شوفها هي الاول هتقول ايه. هقولها تقول ان هي اللي قتلت وتودي روحها في داهيه. لا هي ما حتقولش، لكن هم لازما هيعرفوا. لو تنهم ورا الحكايه هيجيبوا قرارها. جابوا قرارها هيجيبوا قرار نحن كمان وقرار كل اللي عملناه في حياتنا. احنا ما فيش علينا دليل ولا هي عليها دليل، لكن ان قررت اعترفت باللي عملته هياخدونا احنا كمان. خلاص نخطف عيالها التنين، وهي لما تعرف باللي جرى لهم هتخاف تدل علينا لا نقتلهم. غبية مخ تخين، اي حاجة هنعملوها دلو اكنواحيها كأننا بنقول شوف يا اللي ما شفتش. واه يعني هنسكت لغاية لما يجينا قضانا على يدها؟ انا هروح حوالين النقطة اتقص واشوف ايه الحكاية، لو لقيت الحكاية فيها نصايب هرجع الباشا واقول له يتصرف. وين ما تصرفش يبقى ما فيش قدامنا غير اننا نهجم البلد اول ما يدخل الليل. واه هنروحوا فين؟ في اي هدايا احسن ما ياخدونا يشنقونا. بس طاهر هنقول له ايه؟ بعدين نشوفه هنقول له ايه. المهم دلوقت نعرف اللي بيجرى في النقطة مع المرة السوداي اللي حتجيب لنا نقطة. يا بيه انا قلت للعمدة ان انا جالي فلوس مرتين من مصر، الفلوس دي حق جوزي عند ناس كان بيشتغل عنده. والفلوس دي كتير لدرجة انك تدي لكل الناس اللي رجالتهم اتقتلوا؟ انا يعني بحط اللي بقدر عليه. مين من الناس دول كان ليكي تعامل معاه؟ عامر ولا عبد القادر ولا؟ يا بيه وحياة ربنا وسيدنا النبي وحياة ولادي، انا لا اعرفهم ولا اعرف شكلهم ولا عمري شفتهم. كل الحكاية ان انا بسمع من الناس. الناس بتقول ان عيالهم مش هيقدروا ياكلوا بعد موت ابهاتهم، وستاتهم مش هتعرف تصرف على عيالهم، وانا ست اترملت وفي ايدي عيلين وشفت الذل والهوان بعد موت جوزي، حسيت بيهم فقسمت قرش معاهم. ايه الغلط في كده بس؟ طب ليه ما حاولتيش تخبطي عليهم في عز النهار وتدي لهم الفلوس وانت وشك في وشهم؟ هو في حد فيهم يعرفك مثلا؟ ولا انت خايفة يحصل ربط بينك وبين قتل أزواجهم؟ يمين بالله لا أعرفهم ولا يعرفوني. وبعدين إيه بس اللي هيربط بيني وبين قتل جوازه؟ يعني هكون أنا اللي بقتل مثلا يا بيه؟ هو في ست بتقتل؟ وبعدين أنا من مصر لا أعرف حد هنا ولا بيني وبين حد حاجة، يعني إزاي بس هقتل؟ انت قلتي إن في حد كان واقف معاكي ساعة ما جاتلك فلوس مرة من مصر، مش كده؟ أيوة يا بيه تمام، ومعالي بنت عمي. ايوه سعادة البيه الكلام ده حصل. ايوه ايه بقى اللي حصل بالظبط؟ معالي كانت بتكلم الحاجة والدتها في المحمول، وانا كنت واقف مع ست مباسم عشان ارجعهم على البيت زي ما طلب مني عمي درويش. وبعدين يا سعادة البيه جه راجل وسأل على بيت الحاج عبد العال القاضي، ولما عرف انه مات وانه بيته راح سأل على مرة ولده سعيد. وبعدين يا بيه اداني فلوس في يدي وقال لي ان الفلوس دي متشيعه من مصر من عند الراجل اللي كان بيشتغل عنده سعيد القاضي. انا شفت بعيني الفلوس اللي جابها الراجل لاحلام من مصر، وعيالها قالوا لي انه لسه ماشي، ولما سالتها قالت لي انها فلوس سعيد اللي ليه في مصر، وحصلت مره وكان تمام موجود. انت كنت بتشوفي احلام لما بتخرج بالليل عشان توصل الفلوس للارامل؟ بصراحه لا، بس مش بعيد على احلام،
أحلام طيبة وجدعة وحنينة، وممكن تكون عملت كده في السر علشان تاخد ثوابه. أنا ما أعرفش حاجة أبدا، كل اللي أعرفه إن أحلام حنينة وقلبها طيب، بتصلي وبتذكر ربها وبتستغفره، وياما ياما سمعتها بتبكي وهي بتصلي. طب ليه يا حاج هي بتبكي وبتستغفر؟ يا ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا على العين اللي بتبكي من خشية الله. أما الاستغفار فربنا أمرنا بالاستغفار، ما يعذبش اللي بيستغفره. والشهادة لله أحلام كان بتسأل في الدين كتير قوية، وبتقعد معاي تسمع إذاعة القرآن الكريم. والله أعلى وأعلم. حضرتك شايف ايه دلوقت؟ شايف ايه في ايه يا عمدة؟ الست ما عملتش اي تهمة ممكن نحاسبها عليها، واضح جدا انها بتعمل عمل خير ولو سند في الشرع، يعني مفيش اي تهمة ممكن نحاسبها عليها. واذا كان في اي حاجة مستخبية وراها مسيرها حبان. يعني ايه يا سعادة البيه؟ يعني هتروح بيتها يا عمدة. اتفضلوا. والله مش عارف اشكركم كيف، انتوا صح اهلنا واهلنا على حق كمان. والله انا من غيركم النهارده كنت هتبهدل، كتر الف خيركم. دايما عامل شغل. الحمد لله على سلامتك. لو احتجت اي حاجه احنا اهلك. كتر الف خيركم، اتفضلوا ده بيتكم ومطرحكم. ربنا ما يحرمناش منكم. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمه الله بس. هو ده اللي حصل. ولحقت تعرف يا حال عبد القادر وعياله منين يا أحلام؟ ده انت بتعرفيش حد في البلد، والراجل اتقتل بقاله يومين. يوم ما معالي اتأخرت عند مرات عمي في الفيوم، خرجت عشان اتكلم في المحمول واطمن عليها، سمعت الناس بتتكلم عن الراجل اللي اتقتل وعياله الغلابة وابوه اللي مش عايز يديله قرش. ساعتها اتدخلت في الكلام وسألت على بيته وعرفت مكانه، ورحت قسمت اللي معايا بينا وبينه. طب والتانيين كيف عرفتي ظروفهم وازاي وصلتي لبيوتهم؟ الاولاني اللي اسمه عامر، خالي هو اللي حكالي عنه ووصف لي بيته كمان. مش كده يا خال؟ انت مش قلتلي ان باب بيته لونه اخضر ومرسوم عليه الكعبة؟ رحت دورت لحد ما لقيته وعملت زي ما عملت امبارح. طب والتاني يا ام باسم؟ ايوه ده محدش يعرف عنه حاجة خالص. ما هو ده بقى انا سمعت عنه وانا واقفه على باب المدرسه مستنيه العيال في يوم انت ما كنتش رحت عشان تجيبهم، وسمعت واحده قريبته بتتكلم عنه، كانت زعلانه يا عيني قوي على حال مراته وعياله بعد موته. والله مدام قصدك خير، ربنا هيجازيك كل خير، وعالم بما في القلوب. يعني هيكون قصدها هي الا الخير يا عم درويش؟ ما هو بالعقل كده، ناس لا تعرفهم ولا يعرفوها وبتقسم معاهم رزقها اللي جاي لها بعد عذاب، هتكون عايزة ايه يعني الا الخير ورضا ربنا؟ والله ما حد بيعمل كده في الزمن ده كل اللي بيبقى معاه قرشنات بيتبت عليها كيف الحنش. ليه ما قلتليش يا احلام عشان اكون معاكي؟ ما انا مرضتش اتكلم. مش انت يا خالي علمتني ان لما الايد اليمين تعمل خير الايد الشمال ما تعرفش؟ استغفر الله يا بنتي، ما هوش كلامي، ده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. الف صلاة وسلام عليه. وانا بقى عملت بيه، أبقى أنا كده غلطانة يا خال؟ وعالم بما في القلوب. طول عمرك حنينة وقلبك طيب يا أحلام. طلعوها؟ مش بس كده، دي الناس ماشية وراها بتدعي لها. يعني ما عرفوش إنها قتلت حد؟ قتلت إيه؟ ناس بتتكلم عنيها كأنها ملاك جاي من السماء السبعة لسه طازة. لا يا جميل، لازم الناس تعرف انها مرة سو
وعمايلها سودة على دماغها. واه، بدل ما تحمد ربنا انه طلعنا من النصيبة دي، ده احنا كنا بنفكر نفوت البلد ونهج. يعني تاخد فلوسنا وتوزعها على الناس وتبقى هي المهمة؟ على حسنا وحس قرشنا يحبها الناس. خلينا في المهم دلوقتي. وايه هو المهم عاد؟ بعد ما اتكشفت كده في طلوع انصاص الليالي في لبس راجل، تفتكر هتقدر تطلع تقتل حتاني؟ ولا اللي معاه في البيت هيفتح عينيهم عليها من هنا وطالع كمان؟ تاخد كل ده ولما تقول لها اقتلي تقول لا؟ الله في سماء لو قالت لك لا لكون قسمها نصين وفصل راسها عن جسمها. بتمنى من ربنا تفكري مرة واحدة صح، لكن ما تبقيش رجاية لو عملتيها. رايح فين دلوك؟ رايح للباشا. عايز مني ايه دلوك؟ مش خلصنا خلاص؟ عاوز في حاجة تانية. عشان حكاية الطوالة. يا عالم كيف هتتعمل دلوك؟ هتتعمل وحتشوف. وسيب لنا حكاية احلام دي. اسمها احلام؟ ايوه. مش هي دي اللي انت كنت بتبص لها ساعة المسيرة اللي انا كنت عاملها؟ هي ولا مش هي؟ يا باشا. بس دي صغيرة وما هياش كبيرة وحلوة قوي. يعني هعمل ايه بالكبيرة؟ لو كبيرة ما تلزمنيش، حيرعش السلاح في يدها وقلبها يبقى ضعيف. طول عمرك واعي يا جميل، ودي جبتها منين دي؟ احكي لك حكايتها في وقتها. المهم دلوقتي يا باشا عاوز منك خدمة. هي ايه؟ بمعارفك كده تعرف لنا اللي حصل في النقطة بالتمام والكمال، والكلام اللي اتقال قدام الضابط بالحرف الواحد عشان ابقى مأمن نفسي. ما هي خرجت خلاص وانت محدش جه ناحيتك، يبقى اكيد ما جابش سيرتك وما مسكوش عليها حاجه. صح، بس انا عاوز اعرف عشان حاجه تانية. اكيد لما هكلمها في العمليه الجايه هتقول انهم شاكين فيها ولا تهددني في الكلام عشان تتهرب يعني، لكن لما تلقاني عارف اللي حصل بالظبط ما هتقدرش تقول حاجه ما حصلتش. بينها جامده وعره قوي يا جميل. بقى انت تعمل حساب لحرمه زي دي وتطقص وتسال عشان تعرف تجاوب على كلامها؟ هياش اي حرمه يا باشا، دي رقبتي في يدها وكمان دراعها ممكن يوكلني الشهد واعيش ملك، ممكن ينزلني سابع ارض واسال الله حق النشوك. انا عايز الحرمه دي. إذا فيها يا باشا عاوز تتفق منك ليها وتبيعنا انا اياك. مش انا اللي اعمل كده يا جميل. ما تطمنش لما تتكلم صعيدي، بيبقى عقلك وراسك شغالين بالقوي. ما هو انت لو عقلك شغال كنت فهمت ان حرمه زي دي تنفعني قوي في الانتخابات، لان الست دي كل الناس بتحبها وهي رمز خير في البلد. فلما تقول لهم انتخبوا كامل الحناوي كل الناس في البلد هتنتخبني. فهمت يا جميل؟ والله بقالك شنة ورنة وقيمة وسيمة أحلام، وده كله من خيري وفضلي عليك. تعرفي تجيبها لي هنا وتعرفيني بيها؟ أجيبها ازاي يا ست الناس؟ زي الناس، مش هي واحدة زيكم كده صعيدية؟ قولي لها الهانم عايزاكي. لكن هي لا جاربتي ولا قريبة مني ولا بتروح لحد خالص. خلاص قولي لها ان انا عايزاها عشان اديها فلوس توزعها على اهل البلد بمعرفتها. اقول لها لو وافقت اجيبها واجه. يا ربها ما تنسيش ان دي اهم واحدة دلوقتي، ممكن تحمي البلد من الخطر اللي جاي. خطر؟ خطر ايه كفل الشر؟ تاني يا ربها، مش انا قلتلك قبل كده ان لو كامل الحناوي نجح في الانتخابات هتبقى مصيبه سودا على البلد دي. عايزه تقولي لها الحكايه دي عشان توحي الناس من الباشا؟ هاتيها انت بس وسيبي الباقي عليا.
حاضر، بس الحكاية دي لو شاعت في البلد وجت سيرتك فيها والباشا عرف أنا ماليش دعوة. ما تخافيش، أنا هعمل كل حاجة بطريقتي. أنت متأكد يا دكتور حمدي؟ بلاش كلمة دكتور دي، ما حدش دكتور هنا إلا الدكتور مصطفى. ما أنا ما عارفاش أقول لك إيه. قولي لي حمدي، مودي براحتك. ماشي، بس بلاش مودي دي. أنت متأكد يا حمدي إن موال بركة ده ممكن ينتهي بالبراءة؟ أنا ما قلتش براءة، أنا بقول إن أنا سامع الدكتور مصطفى النهاردة بيقول إن الحكاية دي شكلها جربت تنتهي. يعني ممكن يحكموا عليه؟ ده لو حكموا عليه خلي يموت فيها، ده غير إن قلبي هيتقطع عليه. تحبي ندخله ونسأله؟ أنا عايز أسأله بس خجلانة. من إيه؟ أنا دلوقتي شغالة هنا، ماني صاحبة قضية، ده غير إنه مش عايز ياخد أدعاء. الدكتور مصطفى، انت بس عشان ما عرفهوش زين، الدكتور مصطفى عمره ما يحط في باله حكاية الفلوس دي خالص. تعالي تعالي يا معلم. طيب ادخل. ممكن ناخد من وقت حضرتك دقيقة؟ تعال. أنا أسفة يا دكتور. أسفة على إيه؟ عشان جينك ده وأكيد حضرتك شغال. واضح إن حضرتك مش شغال لأنك جالع النضارة. أنا فعلا ما بصيتش في أي قضية لحد دلوقتي. في حاجة كده حصلت في البلد لساني سامع بيها، خلتنا استغرب واقول اكيد الحكاية دي وراها حاجة. مش هي حكاية الست دي اللي اتنكرت كيف الافلام الاجنبية وحطت للناس الفلوس في الليل واهل البلد مسكوها؟ تسمعت عنيها انت كمان؟ سمعت لكن صدقت؟ لا ما صدقش. ليه؟ انا وجهة نظري حتى نتصدقت اكيد وراها حاجة معرفينهاش. حاجة زي ايه؟ والله لساني ما عارفش، مع الوقت كل حاجة هتبان. أنا بقول إنها ممكن تكون قريبة حد من اللي نازلين انتخابات وعاملة الحكاية دي عشان الناس تلتفت حواليها ويحبوها كيف ما بيحصل كده، وشوية شوية تبتدي الناس تتكلم عن قريبها ده وتبقى دعاية مجانية. الكلام اللي بتقوله ده بعيد عن الحقيقة خالص، لا هي قريبة حد في الانتخابات ولا وراها حكايات ولا أسرار. دي ست طيبة خالص وقلبها كبير مش أكتر ولا أقل. ومالك بتتكلم بزعل جوك ده؟ أنت تعرفيها؟ ايوه، دي مرت اخوي وبنت عمي وعايشه معانا في البيت عند خالي هي وعيالها. قريبتك؟ انا اسف يا معالي، والله العظيم ما كنت اعرف. حصل خير. وانت كنت تعرف انها بتعمل كده؟ لا، هي كانت مخبيه عن الناس كلها حتى خالي، وكان القرش اللي بيجيها من فلوس اخوي كانت تقسمه بيننا وبين الناس اللي تعرف ان حالهم صعب. يا دي انسانه رائعه، مين ديلوك يعمل كده مهما كان طيب ولا كريم؟ عندك حق والله يا دكتور، الزمن ده زمن المادة والمنفعة ومحدش هيعمل فيه حاجة لله أبدا. لكن أم باسم عملت. ربنا يكرمها، بلغيها السلام والتحية والاحترام. يوصل إن شاء الله. مش هتقولي للدكتور أنت كنت عايزاها في إيه؟ خير يا معالي، أؤمري مادام طلعت قريبة الست الطيبة دي يبقى كلنا نخدمك ونخدمها. العفو يا دكتور، بس أنا كنت سمعت من حمدي إن حضرتك قلت له إن حكاية بركة جربت تنتهي. ربنا هو اللي يعلم، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. أمال حضرتك كنت تقصد إيه بالكلمة دي؟ هيحكم عليه؟ محدش عارف هيلحق ولا لا يا معالي، بركة تعبان خالص. تنام